بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. وبعد، فإن عنوان هذا اللقاء هو الإلحاد سبة وعناد. عندما عرض ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وذكره المجيد لمسألة وجوده تبارك وتعالى، عرض هذه القضية عرضا قريبا إلى الأذهان، يسيرا ميسرا سهلا مسهلا، لأنها في حقيقتها مسألة بدهية لا تحتاج إلى كبير عناء أو كثير استدلال، بل هي من العلوم الضرورية، من العلوم الضرورية. فلذلك لما دلل الله تبارك وتعالى عليها، دلل عليها بأقرب الأشياء وألصقها بالناس، فكان يقول لهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وكان يأمرهم أن يتأملوا ويتفكروا ويمعنوا النظر في الموجودات من حولهم، وهو دليل قوة هذه العقيدة، إذ أنها تطلق للعقل العنان كي يتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لعلمه التام الجازم أنهم سينتهون إلى وحدانية الله وإلى الإيمان به والخضوع لجلاله. قال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى أن قال سبحانه: لآيات لقوم يعقلون. فإذا معرفة الله والتوصل إلى وحدانيته وإثبات وجوده قضية ليست بذات عناء، هكذا عرضها الله سبحانه وتعالى قبل أن تفد الفلسفة والتمنطق إلى الناس، فأبعدتهم عن أمات الحقائق وأوضح الأمور وأظهرها. الأمور التي كانت من البدهيات صارت الآن تحتاج إلى كبير بحث وإلى عظيم عناء في التفتيش عن أدلة إثباتها وإحقاق حقها، مع أنها من أوضح الحقائق ومن أكبر اليقينيات. فمسألة إثبات وجود الله سبحانه وإنكار وجود الله، إنكار وجود الله سبحانه يعتبر من السبة للعقل والسبة للقيمة هذا الإنسان، سبة وعار. أنت عندما يقول للقائل بأنك بلا أب، وجدت هكذا ابن الريح، أتيت إلى الحياة بلا أب، فإن هذا أحمق، الذي ينسبك إلى غير خالق أحمق غاية الحماقة. مجرد الوجود، مجرد نسبة وجودك إلى غير وجود وإحداثك إلى غير محدث، هذا من الهتر، والهتر عند العرب بمعنى الحمق، هذا من الحمق. فما بالك بعد ذلك أن ينسب ما كونك الله سبحانه وتعالى عليه، هذه الخلقة السوية الثمينة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا النظام المحكم الحكيم القيم القويم الدقيق ينسبه إلى صدفة، ينسبه إلى غير محدث وإلى غير موجد. هذا حمق مركب، هذا ليس أحمق حمق حمقا بسيطا، بل هو حمق مركب. هذا إن نسبك إلى غير موجد، أما إذا نسبك إلى غير موجدك فكمن نسبك إلى غير أبيك، ومن نسبك إلى غير أبيك فقد سبك وأهانك
ولا أقبل ولا أظن أن امرأ فطنا عاقلا سويا يقبل أن ينسب إلى غير أبيه. إذا قيل لا يوجد دليل قطعي أن أباك هو أبوك، لا يوجد دليل قطعي على ذلك، فإن هذا لا شك أنه سيرغي ويزبد ويبرق ويرعد رفضا لذلك وتأبيا. فكذلك لو نسبك امرؤ إلى الصدفة وإلى الطبيعة ونسبك إلى غير خالقك الذي خلقك فإن هذا أعظم، فإن هذا الذي يقول لك بأن الكون أوجده غير الله كمن ينسبك أنت إلى غير أبيك. فنسبة الوجود إلى غير موجده الحق سبحانه الذي لا إله سواه هذه سبة عظيمة لكل ذرة ومجرة في هذا الكون وهذا الوجود. فقضية إثبات وجود الله ونبذ الإلحاد تحتاج إلى عقل وتحتاج إلى مروءة، إلى عقل وإلى مروءة، إلى عقل صحيح ومروءة سوية. عند ذلك سينتقض هذا من نفس كل ذي غبش ومن نفس كل ذي تشويش وشبهة، وسيعافى العقل وتعافى الفطرة من هذه اللوثات التي وفدت إلى الناس في هذه الأوقات والأزمنة المتردية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.